مساء الخير أصدقائي، حنتكلم اليوم عن ميزة رائعة جدا في جوجل كروم اسمها تاب جروبس. مبدأها بسيط جدا، طلع أنا كم تاب فوق عندي كثار وممكن يكونوا أكثر من هيك بكثير، فأنت ممكن تعمل تجميع لهم في جروبس معينة. يعني عندك هون تويتر، لينكدين، فيسبوك، هذول الثلاثة أجمعهم مثلا بجروب اسمه سوشيال ميديا وهكذا. حتى تطبق هاي الميزة لازم يكون المتصفح عندك محدث أو أبديتد. فأنا كيف ممكن أعملها؟ باجي على تويتر فوق، على التاب فوق، كليك يمين، Add tab to new group، بسمي الجروب مثلا سوشيال ميديا مثلا، بعطيه لون أزرق وهي انت. الآن كليك يمين على لينكدين، Add tab to group social media، والفيسبوك كليك يمين، Add tab to group social media. هيك صاروا ضمن السوشيال ميديا. لاحظوا أنا لو كان عندي تابس كثير فوق ممكن أكبس هون أضبهم جوا قائمة السوشيال ميديا. هاي أكبس مرة تانية بيطلعوا. الآن في عندي journals هون، شايفين؟ هاي جروب ثاني، كليك يمين، تاب new group، أسميها مثلا journals، ها journals، واللون أحمر، وهاي enter، وأضيف هاي كليك يمين لا journals، كليك يمين تاب لا journals. شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي جروب آخر، لاحظوا، اسمه journals، جروب آخر اسمه social media، فصغرت التابس اللي فوق، وهذول الثلاثة ممكن أنا أعملهم في جروب آخر اسمه إيش؟ others مثلا، others، وأعطي اللون الأخضر، هاي enter، وهاي كليك يمين إلها هون لا others، وهاي كليك يمين إلها add لا others. فلاحظوا شو صار عندي، صار عندي في ثلاثة groups. الآن الحلو في الموضوع التالي، إنك ممكن تعمل كبسة لجورنال توسعهم، كبسة لسوشيال ميديا توزعهم، كان عندك كثير بتضبهم زي ما بتعرف، هاي جورنالز وهاي سوشيال ميديا. فأنا ممكن ألغي كمان الجروبس، كليك يمين عليها وممكن أقول له أني جروب، كلوز جروب، موف جروب تو نيو ويندو، سند فيدباك. يعني الموضوع بسيط جدا، في خيارات كثيرة. ممكن مثلا هاي الكمبيوتر ساينس أجيبها لهون، هيك دخلتها ضمن جروب مين؟ سوشيال ميديا. والفيسبوك أوديه هون، هيك دخلته ضمن مين؟ جروب الجورنالز. فالموضوع بسيط جدا، بس كل ما عليك إنك سحب وإفلات وبصير بيندرج تحت القائمة الجديدة. والألوان يعني منظر جمالي، بترتب لك هاي التابس كلياتها ضمن الجروبس، ضمن الجروبس. فهذا بفيد كثير لما تكون فاتح تابس كثيرة وتقدر يعني تصغرهم ضمن هاي الجروبس. إن شاء الله يا رب إن الفيديو عجبكم وكان خفيف ولطيف. لا تبخلوا علينا بلايك، سبسكرايب وشير، وانتظرونا في كل جديد. سلام عليكم.